مرحبا بكم في هذا الفيديو التعليمي حول التدابير غير التعريفية. في هذا الفيديو سنتناول تعريف مصطلح التدابير غير التعريفية، وسنناقش أسباب تطبيق الحكومات لهذا النوع من التدابير، كما سنستعرض سويا أثر التدابير غير التعريفية على التجارة الدولية وبعض المبادرات الثنائية والإقليمية والدولية المعنية بهذه التدابير. في البداية سنحاول أن نفهم بشكل أفضل المقصود بالتدابير غير التعريفية من خلال عرض الحالتين التاليتين كمثال على التدابير غير التعريفية. هذه هي إحدى اللوائح التي وردت في الجريدة الرسمية التونسية: لا يسمح باستيراد نباتات إلى تونس ما لم يقدم المستورد إثباتاً رسمياً للتأكيد على أن النباتات قادمة من مناطق إنتاج لم يلاحظ بها أي أعراض لمرض بوكسينا هوريانا طيلة 3 أشهر السابقة للإرسال، وبالتالي لا يجوز للمستوردين إدخال أي نباتات إلى السوق التونسية بدون تقديم هذا الإثبات. المثال الثاني: يعرض الموقع الإلكتروني لهيئة الجمارك السعودية قائمة بالسلع الممنوع تصديرها وقائمة أخرى بالسلع الممنوع استيرادها، وتشمل قائمة السلع الممنوع تصديرها ضمن أشياء أخرى الآثار والقطع الأثرية والتاريخية. تؤثر اللائحتان السابقتان على حركة التجارة الدولية، فالأولى تلزم المصدرين بتقديم وثائق تثبت التزامهم باللائحة المعنية بحماية الأمن البشري والصحة، أما اللائحة الثانية فتهدف إلى حماية التراث الوطني والثقافي، ويعتبر كلاهما مثالاً على التدابير غير التعريفية. هناك الكثير من الأسباب التي تجعل الحكومات تطبق التدابير غير التعريفية بالإضافة إلى التعريفات الجمركية، فقد يكون الغرض من تطبيق التدابير غير التعريفية هو حماية الأشخاص والحيوانات والنباتات من المواد الضارة والأمراض والآفات، ونطلق على هذا النوع من التدابير تدابير الصحة والصحة النباتية. ثانياً، قد يكون الغرض من تطبيق التدابير غير التعريفية هو حماية المستهلكين عن طريق وضع معايير معينة للمنتج لتحديده من حيث الحجم والشكل والتصميم والوظيفة والأداء والتوسيم والتعبئة إلى ما غير ذلك، ويعرف هذا النوع من التدابير باسم العوائق الفنية المتعلقة بالتجارة. كما تسعى الحكومات إلى دعم تطوير الصناعات الجديدة من خلال تطبيق التدابير غير التعريفية، والمصطلح الفني الذي يعبر عن ذلك هو حماية الصناعات الوليدة. ولهذا الغرض قد تتضمن التدابير غير التعريفية فرض ضرائب أو رسوم بهدف جعل أسعار المنتجات المستوردة قريبة من أسعار ناظراتها المحلية، وبالمثل قد تفرض الحكومات قيوداً على بعض الواردات لأسباب أدبية أو سياسية أو ثقافية، ويشمل ذلك على سبيل المثال حظر الأسلحة أو حظر استيراد المشروبات الكحولية. وأخيراً، فقد يفرض الحظر على الواردات لضمان توفير الإمدادات الكافية من المنتج للاستهلاك المحلي، وذلك من خلال فرض قيود على الصادرات، وقد يشمل ذلك على سبيل المثال حظر تصدير أنواع معينة من المنتجات الغذائية في حال عدم وجود الإمدادات الكافية منها لتلبية الطلب المحلي. في القسم التالي سنتعرف على مواضع تطبيق التدابير غير التعريفية. عند استيراد أحد المنتجات من البلد ألف إلى البلد باء، يمكن أن تقوم حكومة البلد المصدر بفرض تدابير غير تعريفية في صورة متطلبات إلزامية خاصة بالرقابة على الجودة، أو متطلبات متعلقة بفحص المنتج، أو حظر تصدير منتجات معينة وغيرها الكثير. وتطبق التعريفات الجمركية على حدود البلد المستورد في شكل رسوم يتعين سدادها إلى هيئة الجمارك في هذا البلد المستورد. وبالمثل يستطيع البلد المستورد فرض تدابير غير تعريفية مثل حظر استيراد بعض المنتجات أو وضع شروط معينة بخصوص التعبئة أو الشهادات إلى ما غير ذلك. كما قد يفرض تدابير تطبق بعد عبور الحدود مثل فرض قيود معينة على التوزيع. في القسم التالي سنناقش كيف تؤثر التدابير غير التعريفية على التجارة الدولية والبلدان النامية والشركات. وتوضح إحدى الدراسات التي أجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد زيادة المتطلبات التي تفرضها الحكومات فيما يتعلق بالفحص والشهادات بمقدار 7 أضعاف في الفترة ما بين عامي 2000 و2009. وفي السياق نفسه تشير بيانات منظمة التجارة العالمية إلى أن مجموع الإخطارات التي تلقتها في الفترة ما بين عامي 1995 و2011
فيما يخص تدابير الصحة والصحة النباتية قد وصل إلى 10,366 تدبيراً عادياً وطارئاً، وتم تلقي 1,436 إخطاراً منها في عام 2010 وحده، وهو أكبر عدد من الإخطارات يتم تلقيه في عام واحد. ونستطيع أن نعبر من خلال الرسم البياني كيف يمكن للتدابير غير التعريفية أن تؤدي إلى خفض حجم التجارة. في هذا الرسم البياني يعبر عن حجم التجارة بنقاط على المحور الأفقي، بينما السعر على المحور الرأسي، ويمثل هذا الطلب على السلع. دعونا نفترض أن بلدنا يعتمد تماماً على الواردات، وكان منحنى الطلب منبسط، ودعونا نفترض أيضاً الثقة التامة في جودة المنتج، وسيمثل ذلك حجم التجارة الأولي. فإذا قررت الحكومة اشتراط متطلبات خاصة بالإشهاد، تقديم شهادات معينة على كل المستوردين، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما سيجعل بيان العرض يتجه إلى أعلى، ونتيجة لذلك سترتفع الأسعار ويقل شراء المستهلكين لهذه المنتجات، وعليه سينخفض حجم التجارة. ملحوظة: ما سبق هو نتيجة لمحض افتراضات اختلقناها ومنحنيات وخطوط رسمناها، وسنعرض مثالا آخر لاحقا. ولكن التدابير غير التعريفية قد تساعد من ناحية أخرى على زيادة حجم التجارة الدولية من خلال اكتساب ثقة المستهلك عند تأكده من سلامة المنتجات وجودتها، وسيتناول المثال التالي هذه النقطة. مستوردو اللحوم الطازجة ومنتجات اللحوم في الاتحاد الأوروبي يخضعون لشرط الإشهاد البيطري، حيث لا يسمح للواردات من اللحوم أو منتجات اللحوم بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي إلا بعد موافقة نقطة التفتيش الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي عليها، والتي تعمل تحت إشراف أحد الأطباء البيطريين الرسميين. وتخضع جميع الشحنات التي ترد إلى الاتحاد الأوروبي إلى فحص أوراقها بطريقة منهجية، والتحقق من هويتها وفحصها مادياً إذا لزم الأمر. وبالنسبة للشحنات التي يتبين أنها غير متوائمة مع لوائح وتشريعات الاتحاد الأوروبي، فيتم إعدامها أو إعادة إرسالها إلى مصدرها خلال 60 يوماً. وتكفل هذه اللائحة إمكانية استهلاك اللحوم الطازجة ومنتجات اللحوم التي تدخل دول الاتحاد الأوروبي دون أي تخوف أو قلق، وعليه يعزز هذا الشرط المتعلق بالواردات ثقة المستهلك. ويمكننا أيضاً التعبير عن هذا الوضع من خلال الرسم البياني باستخدام بياني الطلب والعرض السابقين، حيث نستطيع أن نحلل إضافة شرط جديد يتعلق بتقديم شهادة. ولاحظ أننا الآن سنفترض أن جودة المنتج غير مؤكدة ولا يستطيع المستهلكون التعرف عليها، ومثل المثال السابق سيتحمل المنتجون نفقات الحصول على هذه الشهادة لتقديمها، وسيتغير بيان العرض ليتجه إلى أعلى. ولكن المستهلكين لا يمانعون في دفع سعر أعلى مقابل الحصول على منتج حاصل على شهادة، وبالتالي يتجه بيان الطلب إلى ناحية اليمين. فعلى الرغم من زيادة السعر يزداد حجم التجارة أيضا، ويمكن في هذه الحالة أن تساعد اللائحة التي وضعتها الحكومة على أن تقلل من احتمال إخفاق السوق، أي عدم التأكد من جودة المنتج. يمكن أن تشكل اللوائح المعقدة تحديا بالنسبة للبلدان النامية. أولا، نتيجة لتحرر التجارة والانخفاضات الكبيرة في التعريفات، فقدت البلدان النامية قدراتها التنافسية التي كانت تتمتع بها من خلال الامتيازات التعريفية، وعليه لا تكتسب تدابير غير التعريفية أهمية مطلقة بسبب تزايد استخدامها فقط، ولكنها تكتسب أهمية نسبية أيضا من حيث التعريفات. ويمكن أن يختلف تأثير التدبير غير التعريفي الواحد الذي يفرض البلد المستورد على شركاء التجارة لهذا البلد، أي يختلف من شريك إلى آخر، حيث تتباين قدرات البلدان المصدرة، وقد يجد بعض منها صعوبة في استيفاء معايير فنية معينة على عكس بلدان أخرى. وبشكل عام يكون استيفاء المعايير أصعب بالنسبة للمصدرين الذين ينتمون إلى بلدان نامية، وقد يرجع ذلك إلى عدة أسباب، من ضمنها على سبيل المثال عدم وجود مختبر لفحص المنتجات أو عدم وجود بنية تحتية للحصول على الشهادات المطلوبة. في الفيديو التالي سيتحدث الدكتور آلان ديردورف جامعة ميشيغان عن العواقب المحتملة للتدابير غير التعريفية خاصة بالنسبة للدول النامية. Well,
They're certainly becoming relatively more severe because tariffs have come down. But I think in probably, although it's hard to measure them and know for sure, but probably they're becoming more severe in that the numbers of them are growing. And that developing countries have been fortunately able to try to begin exporting in ways that they didn't used to. So they're running into them in ways that they didn't used to do. But part of the growth is that the world economy, and especially the advanced countries, are increasingly using regulations for all sorts of valid purposes, health and security and so forth, environmental concerns, a whole long list of reasons. Those regulations, when they put them together, sometimes they simply ignore the difficulties that developing countries are going to have in satisfying those regulations. Sometimes they are aware of those difficulties, but they find it too difficult, or maybe they are being protectionist a little bit in not acknowledging those. So as the regulatory frameworks kind of proliferate in the developed world, that's almost necessarily an increased non-tariff barriers for the developing world, unless they are able to become part of that process of drafting the regulations and so forth. So I guess I think that's probably the main reason for it. I have seen arguments also, though, I'm not sure how much to believe this, as our tariffs have been negotiated downward through decades of negotiations in the GATT and the World Trade Organization, those who want protection have to look elsewhere. And to some extent, undoubtedly, but how much of that I'm not sure, they've been getting it through non-tariff measures instead. وفقاً للدراسات التي أجراها مركز التجارة الدولي، ترى معظم الشركات في البلدان النامية أن التدابير غير التعريفية تمثل تحدياً. ولكن كيف تؤثر هذه التدابير على الشركات؟ سنتعرف على ذلك أكثر من خلال المثالين التاليين. أولاً، قد ترى شركة أن التدبير غير التعريفي صارم للغاية ويصعب الالتزام به، وفي هذه الحالة يتمثل التحدي للشركة في صرامة التدبير نفسه. ولدينا هنا مثال من مصر. تنص اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية على شروط صارمة جداً بالنسبة لقواعد المنشأ، وحتى يمكن اكتساب صفة المنشأ التفضيلي المصري للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة، يجب أن تتم عملية تصنيع القماش وليس قص والتقطيع فقط في مصر أو أي دولة أخرى عضو في الاتفاقية الإقليمية الأورومتوسطية حول قواعد المنشأ. ولكننا نستورد عادة الأقمشة من خارج هذه المنطقة نظراً للفروق الكبيرة في الأسعار. ومن الناحية العملية، قد توجد بعض التحديات التي تجعل من الصعب استيفاء معايير التدابير غير التعريفية، ويطلق على هذه التحديات اسم العقبات الإجرائية POS، وهي مرتبطة بالإجراءات التي يتم تنفيذها أثناء استيفاء التدبير غير التعريفي أكثر من كونها مرتبطة بالتدبير نفسه. ويوضح المصدر المغربي التالي هذه النقطة. يجب على المصدرين المغاربة أن يمروا بعملية طويلة مكلفة من الاختبارات تستغرق مدة طويلة تصل إلى 21 يوماً قبل أن يحصلوا على الشهادة، كما أن الاختبارات التي تجري على اللوز لا يعترف بها الاتحاد الأوروبي، وبالتالي عند التصدير إلى الاتحاد الأوروبي تخضع المنتجات المغربية إلى مزيد من الاختبارات. أوضحت الدراسات المسحية للأعمال التجارية التي أجراها مركز التجارة الدولية أن العقبات الإجرائية يمكن أن تشكل المصدر الرئيسي للصعوبات التي تواجه الشركات المصدرة من البلدان النامية. فلقد جاء في إجابات 40% من الشركات العاملة في مجال الزراعة و 58 من الشركات العاملة في مجال التصنيع عن الأسئلة التي طرحت عليها أن العقبات الإجرائية هي المصدر الرئيسي للصعوبات المرتبطة بالتدابير غير التعريفية. تؤثر العقبات الإجرائية على الشركات بطرق عديدة مختلفة. أولاً، قد تشكل عبئاً إدارياً، ويشمل ذلك الصعوبات المتعلقة بملء المستندات والحاجة إلى تقديم مستندات كثيرة، ومشكلات الترجمة من لغة إلى أخرى، أو الحاجة إلى التعامل مع جهات إدارية عديدة. ثانياً، قد يكون هناك أمور متعلقة بالمعلومات الشفافية، وهذا يعني أن الشركة غير قادرة على إيجاد معلومات كافية بخصوص إحدى اللوائح، أو قد تواجه تغيرات متعددة في اللوائح المعمول بها،
وعلاوة على ذلك قد تختلف المتطلبات الفعلية عن تلك المنشورة. وبالإضافة إلى ذلك قد تواجه الشركات مشكلة أخرى تتعلق بالسلوك غير المتسق أو القائم على التمييز من جانب المسؤولين، فقد يسلك المسؤولون سلوكاً اعتباطياً فيما يتعلق بلائحة معينة أو تصنيف ما أو تقييم المنتج. كما تواجه الشركات في كثير من الأحيان قيوداً زمنية، ويشمل ذلك التأخيرات التي تواجهها الأعمال فيما يتعلق باستيفاء لائحة معينة. وعلى مستوى آخر قد يكون الموعد النهائي المحدد لاستيفاء أحد المتطلبات قريب للغاية، وتشكل المدفوعات غير الرسمية أو المرتفعة بشكل غير عادي عقبة أخرى أو أحد التدابير التي يصعب استيفاؤها. ويتضمن ذلك المدفوعات غير الرسمية إلى المسؤولين أو التكاليف المرتفعة التي يتم تكبدها في سبيل الالتزام بالمتطلبات. ومن ضمن الأعباء الأخرى التي قد تواجهها الشركات وفقاً لما جاء في الدراسة هي عدم وجود مرافق في قطاع معين، ويشمل ذلك مختبرات الفحص أو مكان ملائم لتخزين المنتجات للحد من تعرضها للفساد أو التلف. وأخيراً فإن عدم الاعتراف بإجراء معين أو بشهادة معينة مثل ما ذكر في المثال السابق قد يشكل مشكلة أيضاً، فالمرافق الموجودة لاختبار المنتجات في بلد المنشأ قد لا يكون معترفاً بها دولياً. والخلاصة هي إن التدابير غير التعريفية هي تدابير سياسية بخلاف التعريفات الجمركية، تستطيع أن تؤثر على التجارة في السلع، وقد يمكنها الحد من إخفاقات السوق وزيادة حجم التجارة الدولية. ولكن إذا كانت صارمة بدرجة مفرطة كما رأينا في مثال الشركة المصرية، أو إذا كانت مقترنة بعقبات إجرائية كما رأينا في مثال المصدر المغربي، فيمكن أن تشكل عقبة أمام التجارة. يطبق كل بلد التدابير غير التعريفية على الصادرات وعلى الواردات، وتؤثر التدابير غير التعريفية على الشركات المحلية وعلى الشركات الأجنبية، وبالتالي أصبح هناك مبادرات دولية وإقليمية وثنائية لتحسين جهود التنسيق المعنية بالتدابير غير التعريفية. فعلى الصعيد الدولي أبرمت اتفاقيتان أساسيتان حول التدابير غير التعريفية في إطار منظمة التجارة العالمية، ألا وهما أولاً اتفاقية العوائق الفنية المتعلقة بالتجارة TBT، وتحث هذه الاتفاقية البلدان على اتباع معايير دولية لا تضع عوائق غير ضرورية أمام التجارة مثل إجراءات الاختبار والشهادات الخاصة بالمنتج. ثانياً اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية SPS، تنظم هذه الاتفاقية السياسات التي تتبعها كل دولة من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بسلامة الغذاء وصحة النبات والحيوان وموائمتها على مستوى البلدان. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن تنقل البلدان مخاوفها إلى لجان منظمة التجارة العالمية، أو تعمل على إنفاذ حقوقها من خلال تسوية النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية عند مخالفة القواعد الدولية. منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أبيك، تمثل المبادرات الإقليمية أحد الحلول الأخرى لمواجهة اللوائح المتزايدة في مجال التجارة. ويعتبر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي أبيك أحد الأمثلة على ذلك، فقد عملت البلدان الأعضاء في المنتدى على تعزيز التعاون الإقليمي من خلال تبادل المعلومات وتحسين الشفافية وتحديد خط أساسي لاستخدام المعايير واللوائح الفنية وإجراء تقييم المطابقة. وفي سياق هذه المبادرات أقرت البلدان الأعضاء في المنتدى بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية من أجل تعزيز الاعتراف المشترك بالشهادات وزيادة مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين في عملية وضع المعايير. التعاون الأوروبي الصيني، من ضمن الأمثلة على التعاون الثنائي مذكرة التفاهم الموقعة بين السلطات الصينية والأوروبية في عام 2006. ولقد جاءت هذه المذكرة كرد فعلاً على اعتبار الألعاب الصينية المنشأ غير مأمونة، مما ترتب عليه حظرها وسحبها من السوق الأوروبية. وتسعى الحكومة الصينية إلى الحيلولة دون حدوث أي حظر في المستقبل بشأن الألعاب الصينية. وأخطرت المفوضية الأوروبية بنتائج التحقيقات التي أجرتها والتدابير التي أقرتها في هذا الصدد.
ما هو دور مركز التجارة الدولية في مجال التدابير غير التعريفية؟ يتضمن عمل مركز التجارة الدولية فيما يتعلق بالتدابير غير التعريفية ثلاثة مجالات رئيسية. أولاً، يفتقر عادة المصدرون والمستوردون في البلدان النامية إلى المعلومات والقدرات والمرافق الضرورية لاستيفاء متطلبات السوق المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، قد لا يدرك صانع السياسات طبيعة الإجراءات التي يعتبرها قطاع الأعمال عقبات أمام التجارة، مما يجعل من الصعب بالنسبة لهم أن يضعوا سياسات مرتبطة بالتجارة. علاوة على ذلك، يقدم مركز التجارة الدولية المساعدة الفنية للتصدي للعقبات التجارية المرتبطة بالتدابير غير التعريفية، ويتضمن ذلك مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان النامية على استيفاء المتطلبات الفنية في الأسواق الدولية، بالإضافة إلى برنامج تيسير التجارة الخاص بالمركز، والذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للقطاع الخاص من خلال النهوض بالقدرة التصديرية والحد من تكاليف الصفقات التجارية. وسنركز في الجزء الأخير من هذا الفيديو على عمل مركز التجارة الدولية المرتبط بالمعلومات والشفافية. يعمل مركز التجارة الدولية على سد الثغرة الخاصة بالمعلومات من خلال جمع البيانات المتعلقة باللوائح الحكومية الرسمية، ومن خلال إجراء دراسات مسحية مختلفة في البلدان النامية. ويتضمن جمع بيانات حول اللوائح الرسمية للتدابير غير التعريفية مراجعة متأنية للمستندات الحكومية التي تصدرها الحكومات وتصنيفها مثل القوانين والقرارات والتعليمات. وتتم عملية جمع البيانات حول التدابير غير التعريفية بجهود مشتركة بين مركز التجارة الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد والبنك الدولي. ولقد أنشأ مركز التجارة الدولية مستودعا لكل البيانات المجمعة والتي ينشرها من خلال خريطة الوصول إلى الأسواق Market Access Map. وبالإضافة إلى جمع بيانات اللوائح الرسمية المعنية بالتدابير غير التعريفية، يجري المركز بالتعاون مع شركائه الوطنيين دراسات مسحية واسعة النطاق تشمل الشركات المصدرة والمستوردة بشأن خبراتها فيما يتعلق بأعباء اللوائح والإجراءات. وتساعد هذه المشروعات صانع السياسات على اتخاذ الخطوات الرئيسية للحد من عبء التدابير غير التعريفية على الشركات. وتتضمن هذه الخطوات تبسيط اللوائح التجارية وتحسين الشفافية وتحسين البنية التحتية وبناء قدرة المؤسسات والشركات في مجال التجارة الدولية. ولقد أجرى مركز التجارة الدولية هذه الدراسات المسحية للأعمال التجارية على نطاق واسع شمل شركات مصدرة ومستوردة في عدة دول عربية مثل مصر والمغرب وتونس وفلسطين. وتناول المنشور المعنون تفعيل التكامل الإقليمي وجهة نظر الشركات حول التدابير غير التعريفية في الدول العربية Making Regional Integration Work، التحديات الرئيسية أمام التجارة داخل المنطقة العربية وخارجها، وقدم بعض الاقتراحات لمواجهة هذه التحديات. لقد وقعت الدول العربية العديد من الاتفاقيات التجارية بخصوص دخول الأسواق على أساس تفضيلي، ويتداخل كثير منها كما هو موضح في هذا الشكل. فإذا نظرنا إلى الأردن على سبيل المثال في منتصف الشكل، سنجد أن الأردن لديه اتفاقيات تجارية ثنائية مع خمسة بلدان تنتمي إلى مجلس التعاون الخليجي: الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية وعمان والإمارات العربية المتحدة، كما وقع اتفاقيات تجارة حرة مع دول عربية أخرى مثل سوريا وليبيا والسودان. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأردن عضو في اتفاقيتي منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وأغادير. وكما هو واضح، فإن بلدان عربية أخرى أيضاً قد وقعت اتفاقيات تجارة متعددة. ولكن على الرغم من كل هذه الاتفاقيات التجارية المتعددة الموقعة، لا يزال حجم التكامل الإقليمي بين الدول العربية منخفضاً مقارنة بأقاليم أخرى. وتتركز معظم التجارة في الإقليم حول السلع الأساسية والمنتجات الزراعية. وفي حين أن 44% من الشركات التجارية في مصر والمغرب وتونس وفلسطين قد أشارت إلى أنها تعاني من أعباء التدابير غير التعريفية، توضح الدراسات المسحية
أن نسبة كبيرة من التدابير التي تشكل تحدياً مطبقة في بلد المنشأ أو بواسطة دولة عربية أخرى. ويتوافق ذلك مع النتائج التي أسفرت عنها الدراسات المسحية حول التدابير غير التعريفية في بلدان وأقاليم أخرى، والتي أوضحت أن كثيراً من المعوقات التجارية تكون في بلد المنشأ ذاته، وينظر إلى تدابير الصحة وصحة النباتات SPS والعوائق الفنية المتعلقة بالتجارة TBT على أنها أكبر التحديات فيما يتعلق بالتدابير غير التعريفية. وجدير بالذكر أن الشركات تعاني من مشكلات أكبر في استيفاء تدابير تقييم المطابقة التي تفرضها البلدان الإقليمية الشريكة أكثر من اللوائح الفنية ذاتها، كما تشكل قواعد المنشأ تحدياً آخر أمام الشركات التي تصدر منتجات إلى البلدان العربية الأخرى. ويحث التقرير على تبسيط المتطلبات المتعلقة بالجودة والإجراءات المتعلقة بالإفراج الجمركي وتحديث البنية التحتية، وتشمل التوصيات الأخرى المتضمنة في هذا التقرير تعزيز الشفافية وتيسير تنفيذ الاتفاقيات القائمة بالفعل. وللاطلاع على مزيد من التفاصيل برجاء الاطلاع على هذا التقرير المتوفر باللغتين الإنجليزية والعربية على الموقع التالي ntmsurvey.org/arabstates. والآن دعونا نلخص بعض النقاط الواردة في هذا الفيديو التعليمي. التدابير غير التعريفية هي تدابير سياساتية بخلاف التعريفات الجمركية، ويمكنها أن تؤثر على التجارة الدولية مثل حظر الواردات أو حدود التساهل مع مواد معينة. التدابير غير التعريفية تؤثر على حجم التجارة الدولية وأسعارها، وعلى التكاليف التي تتكبدها الشركات والقرارات التي تتخذها بشأن الصادرات خاصة في البلدان النامية. اكتسبت التدابير غير التعريفية أهمية في اللوائح التجارية الدولية. ينظم تطبيق التدابير غير التعريفية عن طريق الاتفاقيات التي تعقد في إطار منظمة التجارة العالمية، كما يخضع للاتفاقيات التي تبرم على المستويين الثنائي والإقليمي. بعض المنظمات الدولية مثل مركز التجارة الدولية والبنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد زادت من حجم الجهود التي تبذلها في مجال جمع البيانات حول التدابير غير التعريفية ونشرها لزيادة الشفافية في التجارة الدولية. شكراً لمشاهدتكم هذا الفيديو التعليمي. ولمزيد من المعلومات برجاء التفضل بزيارة موقعنا الإلكتروني ntmsurvey.org أو الاتصال بنا.